هي تعمل جاهدة في هذا الإطار والمنوال، لكن تلك الضربات لن تساهم بإخراج القوات الأمريكية من العراق، ووجودها استراتيجي، يعني الأمن القومي الأمريكي في المنطقة مرهون بالوجود الأمريكي في العراق، وهي تتحدث عن البقاء لعقد من الزمن أو أكثر من ذلك. لكن هنالك أهداف من تلك الضربات، منها جر أربيل أو سحب أربيل إلى منطقة الصراع بعد صعود خطها البياني على المستوى الاستثماري، على مستوى وجود النخب المجتمعية العراقية، وهذا الأمر أحرج الكثير من القوى السياسية ومن أصحاب البزنس، إشارة إلى أنه هذه الجماعات تعمل على يعني تحقيق حالة من الولاء المطلق لإيران وإقناع إيران بأنها يعني حليفة استراتيجية لها. رسائل أخرى من خلالها تريد الحصول على مغانم سياسية ووظائف وإلى آخره من امتيازات السلطة. والقضية الأهم في هذه الفترة، يعني سوف نشهد تصاعد وتنامي حدة العنف في العراق بسبب قرب موعد الانتخابات، تحاول إرسال رسالة إلى جمهور معين ومناطق معين بأنها قادرة على قلب موازين القوى والمعادلة في المنطقة بشكل عام، والعراق على وجه التحديد، وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى زيادة نفوذها المجتمعي، خصوصا بعد يعني عملية حصلت سابقا، وهذه مفصلية في مسألة التقبل الشعبي لتلك الجماعات عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة مالية تقدر ب3 ملايين دولار. طيب. ويعني هذا الأمر لم يحصل سوى مع الجماعات الإرهابية والتي تصنف في الإطار الإرهابي على المستوى العالمي. وعندما تعود إلى يعني تفاصيل هذه الحكاية، سنجد أنه الرقم الذي عرضته الولايات المتحدة الأمريكية، رقم الهاتف أقصد به، أنه يشبه أو هو نفس رقم الهاتف المخصص للإبلاغ عن زعيم تنظيم داعش في العراق. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبعث برسائل غير مباشرة وأن تضع تلك الجماعات في نفس الخانة على مستوى الشعبي والجماهيري كذلك.